حياك الله يا دكتور. توفيت شابة عن أب وأم وإخوة وأخوات أشقاء يعني. إذن في هذه الحالة المسألة هذه تكون على 6 أسهم. الأم لها السدس فرضا، والبقية للوالد تعصيبا، والإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات محجوبون بالوالد، محجوبون بالوالد. بارك الله فيك. طيب، المبلغ كم؟ عبارة عن 5000. إذن 5000 نقسمه إلى 6 أسهم. ال5000 هذه إن شاء الله عز وجل نقسمها إلى ستة أسهم، فيكون في هذه الحالة نكتب 5000 تقسيم 6، فيها 833 ريالا و33 هللة. هذا نصيب الأم، والخمسة الأسداس الباقية وهي 4166 ريالا و66 هللة، هذا نصيب الأب. هذا نصيب الأب. صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وسلم، نسأل الله أن يرحمها ونتجاوز عنها ونحسن خواتيمنا جميعا. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، واحفظ ولاتي على طاعتك وارزقني برها يا رب العالمين. سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا. اللهم احفظ بلادنا واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ووفق ولاة أمورنا لكل خير وجميع ولاة أمور المسلمين. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، خير دعوة الحمد لله رب العالمين.